السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. نقل ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن ابن حزم أنه قال في حديث أرخص النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، فذكر أن حديث أفطر الحاجم المحجوم لا ننكره، ولكن هذا الحديث رخصة بعد عزيمة فحل. وذكر أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى حديث عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والوصال ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه عن أصحابه أو عن أصحابه وصححه، فكيف نرد على هذا؟ نرد على هذا بما رد به الإمام أحمد أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث أنس بن مالك الذي أشرت إليه ضعيف. هذا واحد. الشيء الثاني أن قولنا بالإفطار هو من مصلحة الصائم في الواقع، هو من مصلحة الصائم. لماذا؟ لأنه من المعروف أن الإنسان إذا سحب منه الدم فسوف يلحقه هزال ومشقة وتعب، فإذا قلنا إنه يفطر قلنا لا تحتجم إلا للضرورة إذا كنت صائما صيام فرض، وإذا احتجمت للضرورة فكل واشرب. الآخرون يقولون إذا احتجمت للضرورة لازم لا بد أن تبقى على صومك ولو كنت في غاية ما يكون من الضعف، فصار القول بأنه يفطر من مصلحة الصائم، لأننا نقول إن كنت لا تحتاج إلى الحجامة فلا تحتاج إلا في الليل، وإن كنت تحتاج إليها ولا بد كما لو هاج به الدم فنقول احتجم ونرخص له أن يأكل ويشرب حتى يستعيد قوته. فتبين بهذا أن القول بأنها تفطر هو القول الموافق للحكمة، وقد حقق شيخ الإسلام رحمه الله ذلك في كتابه أو في رسالة له صغيرة تسمى حقيقة الصيام. من أحب أن يتسع له الجواب فليرجع إليها. التبرع بالدم مثله، يعني لو سحب منه للتبرع نفس الشيء، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يتبرع للدم وهو صائم وصيام فرض إلا للضرورة. إذا اضطر صاحبه الذي يحتاج إلى الدم إذا اضطر إلى المبادرة فإنه يسحب منه ويأكل ويشرب. نعم.